فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، قال وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. نعم، لا شك أن التعرب والمشي على ما كان عليه العرب من أصلهم أنه أفضل مما كان عليه العجم، لأن التشبه بالعجم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن إذا كانوا غير مسلمين. أما المسلمون فكلهم سواء، العجم وغيرهم، لكن العجم غير المسلمين، والعربية في الجملة أفضل من العجمية، والعرب جنس العرب أفضل من جنس العجم.